شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بستلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعة، وهدول الطناجر أهين وأسرع للطبخ. هذا السات مؤلف من طنجرتين، واحدة 9 لتر والتانية 6 لتر، وفينا نستعملهم اثنيناتهم كطناجر ضغط أو كطناجر عادية، لأنه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي، ومثل ما شايفين فيكن تبدلون وتستعملون. مصنوعين من ستانلس ستيل 10 على 18، ومسكاتهم باكيليت يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب $139 بس، وبيطلع معهم هالهديه عصاره على الكهرباء، وما بقى نعصر بايدينا ونتعذب. اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55، وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس $39، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شيء منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا. بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها ضو متحرك لفوق ولتحت. تالتاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة الأشخاص الكبار بالعمر، لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55، واحصلوا على تراستي كين ب $39 بس فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة، إن كان بعادتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا على السواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب منعمله بحياتنا اليومية. رويال بوشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات، مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما إله غنى عن رويال بوشر، بسعر $28 بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. رويال بوشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55. لكن الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب $45 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55. قدي منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، وأوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إيربيلو ما بقى نعطي الهم لأنه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون مايكروبيتز، بس نحط رأسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربيلو، مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يتطوروا ويزيدوا، كما أنه بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. فيكن تحصلوا على إيربيلو ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55.
شو اورجانايزر هالشبه الخزانه يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو اورجانايزر مصنوعه من الكرتون السميك والمقوى يعني ما بتنخزي وبنفس الوقت منها ثقيله بالحمل؟ شو اورجانايزر بتساعد 12 جوز احذيه مقسمه مثل ما شايفين لكزيات مرتبه والا غطا شفاف فينا نشوف من خلاله وهيك بتسهل علينا انه نختار الشوز يلي بدنا؟ قياسها مناسب كتير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت او بارض الخزانه، وفينا حتى نوقفها ونتركها زهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضهم ب$26 بتحصلوا عليها، والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على التالتة مجانا. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطي الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة، هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني ما إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا، والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعه، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل المكسرات وحتى الجزر، بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود بأصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شي. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكن تحصل عليها ب$32 بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية، ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا على بستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.